النجم الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره بنادي الاهلي. اهلا وسهلا بيك كابتن سيد. كابتن رحمين، تحياتي ليك وكابتن صح. منور الدنيا. الله يكرمك. احنا صحيناك من النوم يا كابتن ولا ايه؟ لا لا صحي. مش متعود على الصوت اللي هو النايم ده كابتن سيد، في حاجه طيب؟ لا لا الحمد لله وطبعا. يعني كله تمام وزي الفل؟ كله تمام الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. ولا انت بتحسسني ان انت تعبان عشان ما كترش الاسئله؟ لا يا مفيش حاجه والله، تحياتي ليك يا دكتور. اهلا بيك اهلا بيك كابتن سيد. انا بيعجبني الكابتن سيد عبد الحفيظ الحقيقه في انه انا بسميه صديق الاعلام. يعني ايه؟ هو بيعمل زي اوروبا. دي حقيقة. ازاي بقى؟ دي حقيقة. النادي الاهلي مش لما يخسر تهرب وتقول لا مش هتكلم، لا بتتكلم، بتقول ان ده اسباب الخسارة واحنا هنعالج ده وهنعمل ده. فالرسالة الاعلامية اللي بتوجه من المدير الفني او من مدير الكورة او من الشخص المسؤول هي اقرب رساله توصل للجماهير. بالزبط. ما تستناش ان الناس تجتهد. بالظبط. لا بتقول اللي انت عايز تقوله. هو كابتن سيد عبد الحفيظ حاجه مشرفه فعلا يعني، وكلامه بقى في محله وكلامه بالزبط. عارف بيقوله في ايه، ما شاء الله عليه يعني. ان شاء الله مش هحسد يا كابتن سيد ما تخافش. الله يكرمك. يعني كابتن سيد، الحديث الشارع، حديث شارع الجماهير الاهلاويه عبد الله السعيد واحمد فتحي، اعتقد ان حضرتك يعني معانا في مناسبه، فاعتقد كمان بتتكلم بمنتهى المصداقيه عشان الجماهير تبقى معانا في قلب الحدث. بص يعني دايما الحاجه عندنا بتتاخد بهدوء، الموضوع ما فيهوش لا ضغوط ولا فيها نوع من العصبيه ولا التوتر ولا حاجه، بالعكس يعني احمد وعبد الله من الناس طبعا مراكز الاساسيه عندنا في الفرقه، والناس هي لها تاريخ كويس ولها بصمه كويسه ولها غنى عنها. تمام، دايما بناخد الموضوعات التجديدات او التمديد للعيبه اللي بتنتهي عقودها او قربت تنتهي عقودها بمنتهى الهدوء، وفجاه بتعمل يعني الامر مش هيبقى مختلف يعني. بالعكس يعني انا زي ما قلت عملي، زي ما حسام عاشور عمل، زي ما الشيخ اكرامي عمل، وصابر الوحيد، وكان معاهم محمد هاني وباسل علي، فبتلاقي فجاه كده بتعلي يعني. لكن ضغطه المباريات وقرب المباريات، المسافه الزمنيه القليله ما بين المباراه والثانيه، واهميه المباراه بعد المباراه وقربك من الدوري، فبتخلي الدنيا ساعات تقرب شويه وبعدين نوقف الموضوع ونكمل يعني. فان شاء الله الرحمن على وقت قليل، مش عايز اقول وقت كتير، ان شاء الله الرحمن هنتم الاعلان عنها، وان شاء الله الرحمن هنبقى بنقول للناس كلها ايه اللي حصل يعني. لكن يعني الناس بتجتهد طبعا، وعلى علم وراك مش مشكله خالص، وطالما انت اشتغلت في النادي الاهلي والنادي الاهلي طبعا ماده اعلانيه كبيره جدا لكل الناس. اكيد يا كابتن، اكيد. سواء كانت الو اكيد سامعك، اتفضل. سواء كانت المرئيه او المسموعه او المقروءه، هو ده طبيعي يبقى في اجتهاد ولا حاجه، وده ما بيتعداش خالص يعني. بالعكس، اهم حاجه بالنسبه لي او الامر اللي انا مقتنع بيه تماما يعني تماما في كل الاوقات، ان طالما الامور الداخليه مستقره والدنيا كويسه ما فيهاش اي مشكله خالص داخليا، مفيش اي مشكله من اي نوع من اي هتواجهك يعني. لكن ببدا لو في اي حاجه ممكن تبقى في الاطار الداخلي يعني، لكن الحمد لله رب العالمين. بالعكس، لعيبه كويس عارفه الهدف اللي هي عايزاه، لعيبه كويس بتعرف تفصل ما بين المباراه والثانيه، ما بين الدوافع والخاصه باللقاء والخاصه بلقاء اخر، او الدوافع اللي مطلوبه من مرحله لمرحله، او حتى الدوافع اللي بتنقلها من بطوله لبطوله، فدي كلها بتساعدها شخصيات اللعيبه وطريقه تفكيرهم. اكيد يا كابتن سيد، وكمان ما شاء الله يعني عبد الله السعيد واحمد فتحي يعني في قمه التالق بتاعهم، فده دليل ان الدنيا ماشيه في اطارها الصحيح. اه الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. كابتن سيد، قبل ما اسالك عن مباراه الاهلي والمقاولين القادمه، مباراه صعبه في ظل ان احنا اللاعبين لسه مع المقاولين يعني ما كملناش يومين ثلاثه وكسبنا كمان 3-0، فالموضوع هيبقى صعب بالنسبه للنادي الاهلي في دوافع لعيبه نادي المقاولين، لكن النادي الاهلي متعود على كده. قبل ما اسالك السؤال ده، عايز بس اخدك في حته كسره جاهزيه اللاعبين، بتقابلها ازاي كمدير كوره؟ العكس، دي حاجه ايجابيه جدا يعني. لكن انا دايما بقول المباريات الطويله او البطولات الطويله، اسف، البطولات اللي هي ممتده يعني، عايز لعيبه كتير قريبه من بعض، عارفه المسافات ما تبقاش بعيده، والفريق اللي يملك ده هو الاقرب للحصول على اللقب، والفريق اللي ما عندوش ده بيبقى الدنيا صعبه بالنسبه له جدا يعني. يعني البطولات المرتبطه بيوم واحد او فتره زمنيه قليله زي الكؤوس او بطوله السوبر ولا حاجه، بترتبط بشكل كبير جدا لاحداث اللقاء وظروفها، فمباراه فيها بطوله احداثها ما تخدمكش، او حاله التوفيق ما تكونش معاك، او تحصل احداث مثلا مغيره لحالتك مثلا ولا حاجه، ما تقدرش تلم نفسك بشكل كبير قوي عكس الدوري. الدوري فيه كل الظروف، في حالات بتمر بيها، وفي عدم توفيق بتمر بيه، وفي اصابات بتمر بيها، مواقف او ازمات او 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 فكل في ظروف كتير قوي بتمر بيها، فلابد ان يكون عندك
مسافه قريبه جدا ما بين اللاعب والاخر وجاهزيه اللاعب والاخر تكون موجوده يعني، وده اللي موجود عندنا في النادي الاهلي. بالعكس احنا هنتكسر كل المجموعه ايا كان الوضع، يمكن عندنا بوزيشن عانى كتير جدا جدا من كثره الاصابات، قلب الدفاع رامي ربيعه. اه طبعا ده كان سؤالي اللي جاي لحضرتك، بس حضرتك طبعا اتكلمت فيه، اتفضل. او محمد نجيب او محمد هاني او ايمن اشرف كلهم اتعرضوا لاصابات، لكن الكل اللي بيأدي عندنا ثقه كامله فيه. والفرقه مجموعه على فكره يعني، الناس يعني ممكن اكون غلطان في تقييمي يعني، تسال دكتور طارق او الناس كلها المختصه في كره القدم يعني الموضوع مش موضوع حاله هجوميه وخلاص يعني، فكر بطل في الكوره اكيد يعني، الفرقه اللي هتملك احسن لعيبه في العالم حتى اكيد يعني على المستوى المهاري وكده، لكن التوتال بتاعها او المجموعه بتاعها مش هي كتله واحده بتعرف تدافع كويس، بتعرف تهاجم كويس، بتعرف لما الكره بتتقطع منها بتعرف ازاي تستخلصها، كل واحد بتاعه له الدور بتاعه الدفاعي. من اكبر راس في العالم اللي هو ميسي عنده واجبات دفاعيه بيقوم بيها، مش بالضروره تبقى بالشكل اللي بيقوم بيه مثلا واحد ديفندر او واحد سنتر باك او واحد اشتراكاته بتبقى عنيفه جدا، لا طبعا. بس تمركزه في المكان الصحيح او تواجده في المكان الصحيح الدفاعي هو ده دور دفاعي، فاعتقد ان الناس لابد انها تعرف كده، الكتله الواحده هي اكثر حاجه بتميزها سواء كان على مستوى الدفاع او المستوى الهجومي يعني. تمام يا كابتن، يعني انا بحب طبعا كل الاسئله اللي بسالها حضرتك دي اسئله رجل الشارع الاهلاوي، الجماهير عايزه تطمن من حضرتك من كل حاجه يعني. مباراه المقاولين حضرتك متخوف منها من ايه بالظبط تحديدا، او ايه اللي قلقك منها في ظل الحاله اللي كان طالع بيها النادي الاهلي المقاولين كسبان 3-0، حاجه جميله جدا، لعيبه متالقه ما شاء الله، اكيد المقاولين مش هيبقى خصم هيستهان بيها هذه المباراه تحديدا، اكيد هيبقى عندهم دوافع مختلفه، خايف من ايه؟ لا بالعكس مش مسألة خايف، لكن كل مباراة أنا مقتنع بده لسه بقول لك كده يعني، في مباراة بتبقى مرتبطة بالأحداث بتاعتها يعني، دايما دايما أنا بقول سهولة اللقاء في أحداثه وظروفه، مش في أسمائه. ممكن تواجه فرقة اسمها كبير جدا في عالم الكورة، لكن الظروف تخدمك أنت والتوفيق يبقى حليفك أنت، وحالة لعيبك تبقى حالة لعيبتك اللعيبة اللي عندك حالتها بشكل كويس، بالعكس ممكن يبقى موجود في الفرقة الثانية، فظروف المباراة ليك وعليك يعني، الظروف دي ممكن تخدمك أو ظروف ممكن ما تخدمكش، زي ما بيقولوا كده في حتى في اللقاء الواحد بيبقى في نقطه تحول، بالظبط ممكن تبقى لصالحك وتبقى لا قدر الله عليك. لكن انا بقول لك ان المباراه صعبه بالتاكيد، مباراه في منتهى الاهميه بالنسبه لنا، دوافعنا لازم تكون اكبر، احنا محتاجينها اكتر، احنا عايزين نكسب اللقاء بشكل كبير قوي 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 يعني، احنا يعني من الفرق اللي هي ما بتتحطش في فخ التغامات اللي في الشارع، بالظبط يعني ده مش مظبوط في الكوره خالص، العمليه قريبه جدا، وخصوصا الموسم ده الفترات الزمنيه اللي موجوده اللي هي اسبوعين مثلا 15 يوم يشوفها الناس كتير، لكن في الدوري اللي احنا فيه ده او يشوفها الناس قليله، في الدوري اللي احنا فيه ده كتيره جدا يعني، ممكن فرق 15 يوم تلعب اربع خمس مباريات انت بتتكلم في 15 نقطه ده كتير جدا يعني، فاحنا مش عايزين نقع في فخ النغمه اللي فاتت في الشارع، لان الدوري لسه بدري واحنا محتاجينه، واحنا محتاجينه بشكل كويس، ولازم نحضر كويس، ولازم نشتغل كويس، ونشتغل على نفسنا بشكل كويس قوي، ونعرف ان الواجب بتاعنا ما حدش يعمله الا احنا، واحنا عندنا واجب لازم نأديه لحد اخر لحظه، ان شاء الرحمن باذن الله يكون عندي حسن الظن، وان شاء الرحمن نأدي مباراه كويسه ان شاء الله، ويكون التوفيق حدث باذن الله. دايما بحرق لي الاسئله، بتحرق لي الاسئله دايما، مش عارف اجيب لك اسئله من فين. ليه يا كابتن عبد الحميد؟ كنت هقول لك بتقول ايه للعيبه، بتحفزهم ازاي في ظل الحاله اللي موجوده في الشارع؟ الدوري خلاص في الاهلي، بس حضرتك طبعا جاوبت على السؤال، حاجه نموذجيه ما شاء الله عليك كابتن سيد يعني طمني على رامي ربيعه تحديدا. رامي يعني جالنا تقرير من الدكتور خالد، كان مسافر معاه وقعد معايا ومع كابتن حسام وقال لنا حالته، هي نفس التشخيص اللي قاله هنا يعني، وطبعا مزق العضله الضمه وهو في حاله التئام جزئي لحد دلوقتي، وهيقعد هناك 3 اسابيع او اكثر من كده بشويه، هيعمل برنامج هناك، وبعدين هيكمل ان شاء الرحمن 10 ايام هنا باذن الله او اسبوعين، وبعدين هيخش في التدريبات الجماعيه. مش هنستعجل على رامي خالص، بالعكس احنا في ظهره ومقتنعين تماما باذن الله ان ما فيش اي حاجه، لكن يعني احنا عايزين نتاكد من سلامته 100%، حتى احنا كنادي اهلي مش كجهاز فني بس يعني، كمنظومه اهلاويه كلها يعني، احنا عندنا دايما سلامه اللاعب هي الاهم يعني، عارفين التشخيص ومتاكدين منه، لكن في حته نفسيه في فترات معينه بتفرق مع لاعب كره القدم يعني، فاعتقد ان دي كانت مطلوبه، وهو ان شاء الله الرحمن يرجع بشكل كويس باذن الله. تمام كابتن سيد، استاذنك دكتور طارق عايز بس يسال حضرتك سؤال. دكتور كابتن سيد طبعا انا عايز اسالك على حاجه انت اتكلمت عليها في وسط الكلام، اللي هي طبعا المركز المشكله بالنسبه للنادي الاهلي في الفتره الاخيره اللي هو قلب الدفاع، اللي يعني الحقيقه
يعني عارف حتى الظروف الصعبه اللي مر بيها النادي الاهلي ولدت ان ايمن اشرف اللاعب اللي هو اصلا باك ليفت تالق جدا في مركز قلب الدفاع. ايه المخطط؟ طبعا خلاص انتهت الانتقالات الشتويه، بس هل النادي الاهلي بيفكر بقى في هذا الدعم عشان بطوله افريقيا خلال فتره الانتقالات الصيفيه القادمه بعد انتهاء الموسم، وان اللعيبه اللي هتضاف بقى للقائمه الافريقيه لان المشوار الافريقي هيكون طويل جدا؟ بص يعني احنا دايما بنبص طبعا لبكره وبنبص لاولوياتنا وكل حاجه واحتياجاتنا، لكن برضو الكره فيها متغيرات كتير جدا يا دكتور طارق. احنا عندنا اثنين عنصرين مهمين جدا في المجموعه دلوقتي اتضافوا لينا، اللي هو محمد عبد المنعم بتاع وسط شاب كويس بشكل كويس قوي في المكان ده من مواليد 99 وبيتمرن معانا بقاله فتره، وفي كمان محمود الجزار وده موجود معانا. تمام، يعني لازم تبص عليهم والفترات اللي جايه ممكن يبقى ليهم تواجد سواء كان معانا او مع قطاع الناشئين لان هم تحت السن كمان، فحتى في مباراتهم مع قطاع الناشئين انت بتتابعهم وتشوفهم وتبص عليهم. مظبوط. فالكوره فيها زي ما فيها ثوابت فيها متغيرات، قد يحدث الجديد في الفتره اللي جايه الشهرين اللي جايين او الثلاثه اللي جايين تلاقي نفسك في فتره الانتقالات او الفتره الصيفيه تقول لا انا مكتفي، عندي مجموعه من صغار السن، محمد عبد المنعم، محمود الجزار، عندي رامي ربيعه، عندي سعد سمير، عندي ايمن اشرف، عندي موجود كمان محمد نجيب، في محمد هاني، على حسب الحاله بتاعت المجموعه دي كل تقدر تقيم بشكل كويس قوي. لكن انا مش عايز استعجل في ايه اللي ممكن يحصل في الصيف قبل ما اشوف في ثلاث شهور جايين، ثلاث شهور دول لسه 12 مباراه في الدوري، لسه في خمسه في الكاس، ولسه في اربعه على المستوى الافريقي. لو انت يعني بتشير ان افريقيا ما فيهاش قيد للمجموعه اللي انا ذكرتها نجيب وسعد سمير ومحمد هاني وايمن اشرف، لكن يعني مش عايز اسبق الاحداث الا لما اقيم التجربه بشكل كويس قوي واقول الاحتياجات اللي انا عايزها بشكل كويس. حتى بعد كده يعني الناس كتير جدا 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 بتقعد تتكلم على ممكن صفقه تكون غاليه، انا افضل لي ان انا اجيب صفقه غاليه بس محتاجها افضل ما اجيب 7 8. تمام، اكيد يعني وما يكونش فيها ممكن يكونش احتياج كامل ليه، لكن خلينا ناخد التجربه اللي هو الكيف مش الكم. افضل كده نقيم صح، يعني بعد الفتره الزمنيه يعني بعد شهرين او ثلاثه من دلوقتي تقدر تقول احتياجاتك بالظبط للسنه الجايه ان شاء الله. كابتن سيد عشان طولت عليك اخر سؤال اساله لك، كلمه لجماهير النادي الاهلي في ظل اجتماع اتحاد الكره غدا برؤساء الانديه يعني علشان عوده الجماهير والحاجات اللي بنسمعها بقالنا كتير، كلمه لجماهير النادي الاهلي بس. بص يعني الشكل الجماهير والتواجد الجماهيري مختلف، يعني مهما كانت سخونه اللقاءات وحلاوتها ومتعتها لكن تضيف فيها العنصر الاساسي والرئيسي اللي هي تلعب الكره عشانه اصلا، اعتقد ان الامر بيبقى مختلف يعني. فاتمنى العوده بشكل كويس، لكن اتمنى مع العوده تمام كل واحد يبقى عارف التخصصات بتاعته بما فيها الجماهير. يعني مش عايزين نقول كلام بس يبقى كلام حلو وجميل وكل حاجه، لكن في نفس الوقت يبقى غايب في الوعي. يعني ما فيش ادنى شك ان الناس كلها عايزه عوده الجماهير كمسؤولين او امن او جماهير نفسها او اعلام او لعيبه، كل الناس عايزه عوده الجماهير، لكن كل واحد يبقى عارف الدور بتاعه. يعني تمام، يعني في اطار منظم بشكل كويس، الحته الامنيه، الحته التنسيقيه، المسؤوليه اللي على عاتق او على اكتاف كل الناس، كل واحد ياتيها. يعني اتمنى عودتهم في فرصه ممكنه، وخصوصا كمان احنا كمان كنادي اهلي اكثر فرقه يعني متضرره من عدم وجود جماهير، أكيد. اكبر شعبيه، أكيد. فبالتالي وجود اكبر عدد من الجماهير مع قوتك يديلك قوه اكثر بكثير جدا من اللي انت عليه. كابتن سيد كل التوفيق ليك شخصيا وكل توفيق النادي الاهلي، اكيد يعني مستني منكم اكتر من كده وكل الارقام تكسروها ان شاء الله. كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بنادي الاهلي، شكرا جدا على هذه المداخله.